مرحبا بكم من جديد، أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة وبعافية وأنتوا بتشاهدوا هالفيديو. خبر حزين يزور منزل الممثل الهندي راهور سودهير بطل مسلسل العميلة السرية. توفيت سونيتا والدة الممثل الشهير راهول بطل مسلسل الحب الخادع الجزء الثاني في 24 من مايو 2021 بسبب كوفيد-19. وفقا لمصادر فيلم بات، لم تكن تعاني من أي أمراض مصاحبة معروفة. كانت تبلغ من العمر 60 عاما، وقد أثبتت إصابتها بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وكانت تخضع للعلاج من نفس المرض في المستشفى دار هارادون. كما طلب الممثل البلازما لوالدته عبر حسابه الشخصي، لكن للأسف استسلمت للفيروس. وأكدت ميناكشي سيتي التي تلعب دور الجدة في المسلسل العميلة السرية وفاة والدة راهول سودهير. فأثناء تفاعلها مع أحد المعجبين سئلت عن صحة والدة راهول، فقالت: لا شيء تسأل عنه الآن، لقد تركت منزلها وذهبت إلى منزلها السماوي الليلة الماضية. من المحزن حقا أن أخبر الجميع أنها لم تعد موجودة معنا. بعدما انتشر خبر وفاة والدة راهول سودهير، عبر معجبوه عن حزنهم في وسائل التواصل الاجتماعي. فمنذ ظهور خبر مرض والدته كان جمهوره يصلون من أجل شفائها، حتى أنهم حاولوا الحصول على البلازما، الأمر الذي شكرهم عليه أيضا المنتج مامتا بانتانيك. وكان راهول سودهير طلب من معجبيه بمناسبة عيد الأم 2021 الدعاء من أجل الشفاء العاجل لوالدته. كان الممثل قد فقد مؤخرا 2 من أعمامه شاتا وماما بسبب كوفيد-19، والآن فقد والدته العزيزة بسبب نفس الفيروس المخيف. حاليا راهول في حالة حزن شديدة. وإن كان عندكم أي طلب حول أي مسلسل هندي فراسلونا عبر حسابنا على الإنستغرام. أحبكم. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.